تحيتي. موعد جديد في المحقق مع سلسلة أشهر القضايا العربية. قضية بشتهزنا اليوم لمصر وتحديداً للإسكندرية، وبشترجع بينا لصيف 2013. قضية شكتشفوا فيها ما يمكن أن يحصل في مسكن أي منا من غير ما يكون هو في علمه. إذا كنتم حاضرين لتفاصيل هذه القضية الجديدة، أدعو منكم من لم يشترك معنا في القناة أنه يشترك ويقيم هذه الحلقة، حط لنا في التعليق رأيه في هذه التفاصيل المذهلة اللي ستكتشفوها في هذه القضية. مرحبا بكم. إذن حكايتنا لليلة تنطلق من الإسكندرية صيف 2013، جوان 2013 تحديداً. بعض المتساكنين في منطقة محرم بيك يكتشفوا جزء أو أجزاء من جثة آدمية ملقاة في واحدة من مصبات النفايات. يتم على الفور إبلاغ الشرطة، الشرطة تحضر على الفور، ومن اكتشاف عدد من الأجزاء الآدمية إلى اكتشاف العشرات من الشكاير البلاستيكية اللي فيها أعضاء آدمية متعددة. 35 شكارة بلاستيك فيها أجزاء متعددة لجثة أو جثث آدمية. الرعب ينطلق وينتشر في المنطقة. الناس تصور أنه فما قاتل متسلسل قاعد يدور في المنطقة يقتل في الناس ويلوحهم في شكاير بلاستيك في وسط مصب النفايات. الشرطة مازالت لا تعرف هل هذه الأجزاء الآدمية ترجع إلى جثة واحدة أو إلى جثث متعددة، وتنطلق في عمليات البحث لتحديد هوية هذه الأجزاء ولمن تعود. في الأثناء في مركز في المنطقة في الإسكندرية، سيدة تتقدم للمركز للإبلاغ على اختفاء زوجها من 3 أيام. تفضل سيدتي الكريمة، وصفنا زوجك. تقول أنه يعني بدين، ضخم الجثة بين ظفرين، ثم أنه قمحي البشرة. الإشكال أن هذه الأوصاف تتطابق تقريباً مع الأوصاف متاع الجثة أو الجثث اللي تم العثور عليها. فالشرطة تطلب من السيدة أنها تجيب عقد الزواج، بما أنه في عقد الزواج فما البصمات متاعها ومتاع زوجها، وبما أنه الشرطة في عملية البحث لقات في واحدة من شكاير البلاستيك يد متاع جثة، فحبوا يقوموا بعملية المقارنة هل تتطابق هذه الأصابع مع البصمات. صارت عملية المطابقة، وفعلا اكتشفوا أن تلك البصمات تعود لتلك الجثة. سيتم إبلاغ السيدة على الفور، وبش يقولوا لها إلي زوجك هو إلي لقيناه أجزاء في مصب النفايات. سيدة منى محمد، زوجك سيد مرسي أحمد هو إذن المقتول واللي تم إلقاؤه في مصب النفايات. سيد مرسي أحمد هذا اللي نحكي لكم عليه رجل عمره 46 سنة، عامل في معمل للزجاج، ومتزوج من هذه السيدة من منى، عنده أكثر من 10 سنوات، وعنده زوج صغار مع بعض، عنده وليد كبير شوية في العمر قريب 8-9 سنين، وعندهم بنية صغيرة اللي عمرها في حدود 4 سنوات. الشرطة تنطلق على الفور في سؤال منى. منى اللي كانت منهارة ومش فاهمة علاش يتم قتل زوجها، لماذا بتلك الطريقة، وشكون اللي يكره لهذه الدرجة حتى ينكل بجثته بتلك الطريقة. تسألها الشرطة هل عنده شي أعداء،
عنده شي خلافات، عنده شي ناس من عائلتها أو من عائلته صارت معاهم إشكاليات، منات تجيب بالنفي. رجلها كان إنسان هادئ دافي ناس ملاح عاقل، حتى هي وياه ما كانتش بيناتهم خلافات كبرى، في معنى وأنه خلافاتهم خلافات عادية متاع أي كوبل، عندهم صغار وعندهم وضعية اقتصادية صعيبة، مواضيع متعلقة بالمصروف، مواضيع متعلقة بالفلوس، مواضيع متعلقة بتربية الصغار. هذيك فقط الإشكاليات الموجودة في هذه العائلة. الشرطة مشات بحثت من جانب العمل متاعه، بتعرف هل فما إشكاليات مع الموظفين زملائه أو مع صاحب العمل، لكن لن تجد شيئا يذكر. باش تشوف مع عائلته، ربما فما إشكاليات ثأر، ربما فما إشكاليات عائلية قبلية، لن تجد شيئا. شنو اللي صار السيد بالضبط؟ الشرطة ما زالت تبحث، ولكن المرة هذه باش تشك وأنه السيد ربما كانت عنده حياة ظاهرة وحياة باطنة. ما ينجم يعمل هذه الجريمة إلا نوع من العصابات الخطيرة، ربما كان تعامل مع عصابة مخدرات أو عصابة أثار أو عصابة تجارة أعضاء، وربما وقع القضاء عليه بهذه الطريقة. وتمشي الشرطة في هذا المجال ويتبحث، والنتيجة صفر، لا نتيجة. يرجعوا للبحث للحي وينطلقوا في جملة من الأسئلة في الحي. شنو اللي تعرفوا على هذا الكوبل، هذا السيد والسيدة هذه؟ شنو اللي تعرفوا على سيد؟ شنو أحواله؟ الجيران الأصحاب الأقارب باش يقولوا أنه إنسان عادي، ما عندوش حاجات يعني تثير الانتباه. إلى أن وصلوا الواحد من الجيران اللي باش يقول أنه تصرفات عادية متاعهم متاع منى ومتاع رجلها السيد، إلا أنه اللي جذب انتباهي توا منذ مدة أنه عندهم واحد صاحبهم صديق العائلة على ما يبدو يتردد عليهم بصفة كبيرة، ويتردد عليهم كيف يبدأ سيد في الدار وكيف يبدأ سيد مش في الدار. فالشرطة سألت، خاطر حتى حد ما قال هذا الكلام، منى ما حكيتش على هذا الكلام بتاتا، فسألت الشرطة شكون السيد هذا؟ منى مش تقول لهم هذا إبراهيم زميلي في العمل، ولكن مش صحيح أنه يتردد بكثرة معناها على الدار، هو عاوني في أوقات معينة وعاوني خاصة من جوانب مادية، معناها كي كنت في مشكلة مادية، ولكن لا يتردد كثيرا على المنزل. لكن تأكيدات الشاهد اللي حكيت معها الشرطة تصر على أنه كان كثير التردد على الدار، فالشرطة تقرر أنها تمشي تقابله، تتوجه للمعمل اللي تخدم فيه منى. منى هي زادة موظفة في معمل آخر، معمل تاع خشب، وين تسأل على السيد هذا إبراهيم، قولوا لهم أنه هوش موجود. ولكن تبدأ تفهم الشرطة أنه فما حاجة بين منى وإبراهيم، لأنه زملاء منى في الخدمة باش يقولوا للشرطة أنهم لاحظوا تصرفات غريبة. علاقة منى بإبراهيم تجاوزت العلاقة المقبولة ما بينات زميل بزميلته، بل أنه واحدة من الشاهدات باش تقول لهم أنها كانت تتصور أنه منى طلقت زوجها وهي في علاقة جديدة مع إبراهيم. علاش؟ لنوعية العلاقة الحميمة اللي كانت موجودة ظاهريا ما بينات إبراهيم وبينات منى. إبراهيم مفقود غير موجود، ومنى
ما زال ما في بالهاش باللي اكتشفته الشرطة في المعمل واللي قالوه زملائها على علاقتها بإبراهيم. فهل لهذه العلاقة يد في القضاء على السيد ولا الحكاية بعيدة على هذه العلاقة ما بين زوز زملاء؟ هذا اللي شوفوا تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.